وقت العمل. ماذا؟ هذا أمر فظيع، لديها حقيبة يونيكورن. حسناً، سنرى من الأفضل. هذا صحيح، لدي لوحة كاملة من الألوان. أراهن أنها غيورة جداً الآن. ألواني جيدة على نفس القدر. يمكنني تعديل مكياج عيني ما احتجت. لدي أيضاً مخالب من الألوان مثل وولفرين. هل تظن هذا جيداً؟ انظر إلى أحمر شفاهي الجديد. هل تظنين هذا يكفي؟ لدي أنابيب طلاء. لا أستطيع تحمله. وبالطبع فرشي. ليس رائعاً، لأن لدي هذا. هذا صحيح، مجموعة كاملة من فرش المكياج. حسناً، تفوز هي بفرشها على ما أعتقد. انتظروا لحظة، أنا لم أنتهي بعد، لأن لدي فكرة عبقرية. سأبدأ بورقة من اللباد، وسأحتاج إلى مسطرة وطباشير. سأرسم خطاً منقطاً بطول بوصة لكل نقطة، وعلى الجهة الأخرى كما أنني رسمت خطاً آخر وقصصت هنا أيضاً. والآن صارت جاهزة لأقلامي وفرشي. يمكنها الآن الانزلاق مباشرة من خلال الفتحات التي صنعتها. حسناً، والآن بعد أن طويتها بالكامل يمكنني إضافة بعض الغراء الساخن هنا. وبعد ذلك لدي هذه العقدة الصغيرة مع حلقة مطاطية. والآن انتهيت. ربما عليك إلقاء نظرة على هذا. ما هذا؟ كيف يجرأ؟ ما الذي يجري هنا؟ مسابقة؟ حان وقت تحديد الفائز. ها هو. يا إلهي، نعم، هذا كل ما أردته يوماً. لا يمكنني تصديق هذا. حسناً، معي كل هواتفي. انتظروا لحظة. لا، إنها تأخذ هواتف الجميع. لن تسمح لي بالدخول دون تسليمها. حسناً، سأخفيها في جيبي وفي أي مكان. حسناً، هذا جيد. أعتقد أنني جاهز للتسلل بهذه الهواتف. انتظر، من الأفضل أن أسلم واحداً حتى لا تشك بي. تفضلي سيدتي، ها هو هاتفي، أنا لا أحتاجه. حسناً، لقد دخلت، لم تشك بأي شيء. حسناً أيها الطلاب، اليوم هو يوم اختبار، لديكم وقت محدود، لذا ابدأوا الحل من فضلكم. حسناً، حان وقت إخراج أول هاتف. لقد نسيت تماماً شحن البطارية. سأتفقد الذي بقبعتي، سينقذني ذلك الهاتف. ما كان هذا الصوت؟ أعتقد أنه لم يكن شيئاً. كان هذا وشيكاً. حسناً، الآن علي إخراج هاتفي دون أن تلاحظ. لا، الشاشة محطمة تماماً من السقطة. حسناً، أحتاج فقط لإخراج هاتف آخر، الهاتف الموجود بغطاء رأسي. ما الذي يحدث هناك بالخلف؟ يملك بالتأكيد هاتفاً يحاول إخفاءه. يتحتم أن أعلمه درساً. ماذا حدث للأضواء؟ مهلاً يا أنت، شاشة هاتفك تتوهج. مستحيل، لابد أن هذه مزحة. نعم، ها رأى أن بحوزتك هاتف. ظننتك ذكياً جداً. حسناً، أعتقد أن كل هواتفك بحوزتي الآن. لا أصدق أنك تسللت بكل هذه الهواتف. ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا، ماذا لديها هناك؟ كيف وضعت الهاتف بالأسفل هناك؟ أنا أشعر بالغيرة. أنا منبهر حقاً. بهذا؟ كان سهلاً، استخدمت الشريط اللاصق فقط. شريط اللاصق؟ أنت عبقرية. لا، انتهى الصف بالفعل. يجب أن أكون حذراً على أطراف أصابعي. هل هناك أي أحد بالجوار؟ لا يبدو كذلك. إيفا جميلة جداً ولطيفة. حان وقت وضع هذه بعيداً، فيجب أن أكون شجاعاً. ستحب هذه المافن التي أحضرتها خصيصاً لأجلها. لا، ها هي آتية، إنها هناك. علي الخروج من هنا بسرعة، سأختبئ في الزاوية. حسناً، إنها بجانب خزانتها، إنها تتحقق من هاتفها. لا لا لا، لا يمكن حدوث هذا، إنه جيك. مرحباً إيفا، لقد أحضرت هذه لأجلك. لأجلي؟ تبدو لذيذة جداً، سأجرب هذه الفراولة هنا. جيدة جداً، هل تريد واحدة؟ لا، ليس هذا عادلاً، كيف سبقني؟ حسناً، سأنجح هذه المرة. أعتقد أنها ستحب هذه الزهور. مرحباً إيفا. ما كان هذا؟ مرحباً، هل هناك ما يمكنني مساعدتك به؟ لا، آسف، لا تهتمي. حسناً، إذن رائحة هذه الورود زكية جداً. إيفا تحتاج شيئاً لتكتب علي، هذه هي فرصتي. ها أنت ذا يا إيفا.
خذي دفتري، أنت تحبين اللون البنفسجي. ستختار جيك مجدداً بالتأكيد. انظري، لدي ثلاثة لأجلك أيضاً. دفترك عليه شيء ممتع. ماذا؟ جلبت مجموعة من الترتر والخرز والقطع المريحة. وضعت كل لون يمكنني العثور عليه. ثم أخذت غطاء علبة الرقائق وأضفت خطاً من الغراء الساخن على حافة الغطاء، ثم ضغطت عليه على الدفتر. ها نحن ذا، إنه جاهز، دفتر يلمع. لا أصدق أنك صنعت هذا بنفسك. أحضرت هذه الأزهار لأجلك أيضاً. سألون هذا القلب بالطباشير. أنا جائعة. مريحة، بيتزا، البيتزا المفضلة لدي، أحبها. سقطت البيتزا على قميصي. أنا بحالة من الفوضى الآن. لماذا تبكين؟ ما المشكلة؟ لقد أسقطت الطعام على قميصي، إنه قميصي المفضل. يا إلهي، حسناً، لا تقلقي، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. انتظروا، الطباشير. بالطبع، يمكنني استعمال هذا. حسناً، لدي طباشيري والقميص الملطخ. حان الوقت لاستخدام الطباشير على صوص البيتزا. حسناً، ها نحن ذا. الآن سألقي به في الغسالة. انظري، قميصك نظيف تماماً. مستعدة؟ ها أنت ذا. مريحة. شكراً أبي. انتظري لحظة، لا مزيد من أكل البيتزا بهذه الطريقة. سيحمي هذا قميصك في حال أسقطت الطعام مجدداً. لذيذ. أحياناً يمكن لوالدك أن ينقذ اليوم. كنت أعتقد أن هذا صف للفن. لم لم أذاكر أكثر؟ لن أنجح أبداً. هلا اللحظة، المعلم المشتت. هذه هي فرصتي، علي أن أتصرف بسلاسة وهدوء. ماذا كنت لأفعل دون هاتفي؟ هذا ما أحتاج إليه تماماً. وسيعطيك هذا الإجابة. وبعد الانتهاء من ذلك، ماذا يحدث في الخلف؟ هل هذا هاتف؟ لا يمكنني شيء إيقافي الآن. هل هذا صحيح؟ هل كنت تقف هنا لوقت طويل؟ لوقت طويل كفاية، أعطني الهاتف. لقد خيبت أملي فيك يا أليكس. أكمل الاختبار الآن. هذا لا يصدق. آجل، لا يهم، قد يكون أخذ هاتفي، لكنه لم يأخذ وجباتي الخفيفة على الأقل. هذه الرقائق بها مكون خاص، الإجابات. وأفضل جزء هو أنه يتسنى لي تناول الرقائق لاحقاً. هل تمازحني؟ أشعر بأن أحدهم يراقبني. لا يوجد شيء غالباً. هل هذه رقائق؟ لأجلي، لم يكن عليك فعل ذلك. مجدداً. يوجد حل واحد لهذا. لقد استحققت هذا. أوه، أعطاني هذا شعوراً جيداً. ارحل من هنا الآن، أنت شرير. أوه، هل ستبكي؟ هذا غير عادل. ماذا حدث؟ لقد رسبت يا أبي، لقد بذلت ما بوسعي. لا تنزعج. مهلاً، أعتقد أنني أعرف كيف يمكنني إصلاح هذا. أحتاج أولاً إلى إزالة مقبض عدسة مكبرة، ثم سأحتاج إلى أنبوب من الورق المقوى. سأضعه على العدسة، ثم سأثبته في مكانه بالغراء. سأمرر مسدس الغراء على الحافة بأكملها، ثم سأحتاج إلى هذا الشريط اللاصق الأحمر. سألفه حول العدسة. أريد أن يبدو هذا جيداً. تفضل يا أليكس، سيحل هذا كل مشاكلك. ما هو؟ ضعه على عينك، سأعود سريعاً. مهلاً، انظر إلى هذا. ماذا؟ أوه، لقد فهمت، يمكنني رؤية الإجابات. هذا مدهل. حسناً، إنه وقت الاختبار. لقد جعلت هذا الاختبار صعباً للغاية. أنا أشعر بثقة كبيرة في نفسي. هذا ما يقوله الجميع. يمكنك أن تبدأ. أعلم أنك سترسب. لم أكن لأتوقع أقل من ذلك منك. هيا يا أبي، أين أنت؟ كلا، هذه الشجرة. كنت أعلم أن هذا التنكر سينجح. أليكس، هنا. هذا مثالي، كنت أعلم أنك لن تخذلني. شكراً يا أبي. ماذا؟ هل قلت شيئاً؟ ماذا يفعل؟ يوجد خطب ما هنا، علي التحقق من الأمر. كل شيء جيد حتى الآن. ماذا يحدث هنا؟ لا شيء، لا أعلم عما تتحدث. تفضل، ألقي نظرة. أعتقد أنني سأفعل ذلك. يوجد عامل بناء غريب المظهر هناك. تصرف بشكل طبيعي. يبدو كل شيء على ما يرام. ربما أسأت الحكم عليك يا أليكس. كان ذلك بشيكاً. كادت تحفتي الفنية تكتمل.
أو ستعلق في متحف. مهلاً، هل هذه رسمة جاستن؟ أوه، إنها أفضل كثيراً من رسمتي. ربما إن حولت عيناي فستبدو أفضل. على من أكذب؟ إنها مريعة. سأعود سريعاً. أحتاج إلى إلقاء بري الأقلام هذا في سلة المهملات. أتمنى لو كان بإمكاني صنع شيء مثل هذا. مهلا اللحظة، ربما يمكنني فعل ذلك. كل ما أحتاج إليه هو هذا الغلاف البلاستيكي. سأضعه على الرسمة ثم سأرسم عليه. أحتاج إلى تتبع الخط الخارجي. هذا سهل جدا. أنا عبقري. أنا متأكد من أن كل الفنانين العظماء يفعلون هذا. ليس هذا نسخا بل إلهاما. سأزيل الغلاف البلاستيكي الآن وسأضعه على ورقة بيضاء. سأستخدم النشابة لنقل الحبر إلى الورقة. تادا، يبدو هذا رائعا. انظر إلى ما فعلته يا جاستن. مستحيل، إنها تبدو مثل رسمتي تماما. هذا مذهل. تتشابه العقول العظيمة في التفكير، أليس كذلك؟ نحن موهوبان جدا. صافحني يا صديقي. هو أجل، لهذا نحن صديقان مقربان. هذا الواجب صعب. مهلان، ما كان ذلك؟ لا أفهم أي من هذا. هذا غير منطقي. يا للهول، إن المعادلات تتضاعف. اتركوني وشاني. لقد رسبت يا جاستن وهذا يسعدني. ما كل هذه الضوضاء؟ سيترك هذا كدمة. هل تدور الغرفة؟ كلا، لقد أصبت بارتجاج على الأرجح. ما الخطب يا صغيري؟ لما يجب أن تكون الفيزياء صعبة للغاية؟ لا يمكنني فهمها إطلاقاً. سأرسب في هذا الصف. رأسي، أملني لحظة. أحتاج إلى وضع ضمادة على هذا. يا له من جرح سيء. علي أن أتوخي الحذر أكثر. هذا أفضل. ماذا؟ هذا أهم يا أبي. لا يمكن أن أرسب. عليك المذاكرة فحسب. إنني أحاول لكنني أنسى ما ذكرته. مهلاً، لدي فكرة. هذا هو الأسلوب المناسب يا جاستن. ماذا؟ إنني أتحدث عن الضمادات. سأخذها. مهلاً، لدي فكرة. ستحل كل مشاكلي. ودعاً للرسوب، سأزيل الورقة الخلفية من على الضمادة. وقد كتبت كل معادلاتي على قطعة الورق هذا. سأضعها في منتصف الضمادة وستكون الإجابة قريبة مني دائماً. سأتفوق في هذا الاختبار. إنني أتألم جداً. أوه، ماذا حدث لك؟ ما زال الأمر حديثاً ولا أريد التحدث عنه. ما زلت ستخضع للاختبار. أوه، بالطبع، إنني أتطلع إليه. حظاً طيباً، فستحتاج إليه. هذا ما تعتقده أنت. سأنزع جزءاً من الضمادة. لدي كل ما أحتاج إليه. مهلاً، هذه فكرة ذكية جداً، أليس كذلك؟ لقد حصلت على امتياز في اختباري. لا أستطيع تصديق هذا. أنا متحمسة جداً. نعم، أحسنتي. أتمنى لو حصلت على هذه الدرجة. لا تقلق، انظر، يمكنني إصلاحها من أجلك. انظر، سأضيف بعض الغراء لهذا الطرف ثم سأضعه مباشرة على الدرجة السيئة. وانظر، يمكنني الآن انتزاع الدرجة على الفور. ها أنت دا. لا مزيد من الدرجات السيئة. والآن يمكنني فقط إعطاؤك درجة أحسن. امتياز؟ نعم، شكرا جزيلا لك. أنت الأفضل. من الأفضل أن نعود للعمل. نعم، معك حق. ياه، وأخيرا أتيت إلى النادي. واحد كولا لو سمحت. مرحبا، تفضلي، هاي الكولا من أجلك. هذه الكولا لي. لا تقلقي، سأفتحها لك. لا عليك، سأفعلها، إنها محكمة. تمام، أظن هذا كاف. لدي طرق الخاصة، شكرا لك. ما؟ استخدمت أداة تقويس الرموش؟ بصحتك. منعشة. ليلة سعيدة. ضغط علي أداة تقويس الرموش. احتجاز جديد. تعرفون الروتين المعتاد صح؟ انسخوا هذا 500 مرة. سيستغرق هذا دهرا. 500 مرة كثيرة فعلا. لن أغيب إطلاقا. يا إلهي، بدأت يدي تؤلمني فعلا. بهذا المعدل سأنتهي في الغد. أتذكر شبابي. هل انتهيت؟ كلا،
ولم أقترب من النهاية حتى. لابد من شيء يمكنني فعله. هاي مهلا لحظة، كان الحل أمامي مباشرة. حان وقت لصق كل الأقلام معا. هكذا، من الأفضل لصق الجانب الآخر أيضا. أريدها ثابتة ومتينة. انتهيت، أنا جاهز للعمل، فلنبدأ. لن أتغيب أبدا. أو لقد نجحت، يمكنني كتابة 4 أسطر مرة واحدة. أنا عبقري فعلا، إنها فكرة ذكية. لا أصدق مدى سرعة هذا. انتهيت، أكملت 500 سطرا. يا إلهي، أنجزنا هذا بسرعة كبيرة. أو مهلا لحظة، نسيت شيئا. ها هي البقية. أوه، من الواضح أنك تعلمت درسك. يا لك من فتاة نجيب، يشعرني هذا بسعادة كبيرة. أوف، الآن سأعدها. لا أصدق، فعل أكثر من المطلوب. 5000. هذه الأغنية مفضلتي. أو أعتقد أني أستطيع، ربما مع رفع الصوت أثناء الطهي. لنرى ما لدينا. لا، الثلاجة فارغة بالكامل تقريبا. كل ما بقي برجر قديم. طيب، ربما هناك شيء. كلا، إنه جاف تماما. وإلى القمامة. هاي، أظن أني وجدت الحل. سأسكب القليل من الماء في هذا الوعاء، والآن سأنقع البرجر. جاهز، والآن إلى الطبق. حان وقت إعداده في الميكروويف. جاهز، رائحته شهية أيضا. سيحتاج كذلك لشيء يشربه. مرحبا، لقد عدت. واو، أشكرك على إعداد الطعام. واو، رائع، يبدو شهيا. شهي فعلا، شكرا. فيو، سررت جدا بنجاح هذه. يا طلاب، سيبدأ وقت الاختبار الآن. أوه، أعرف كل الإجابات. لا أعرف أي إجابة، سأتظاهر بأني مريض. كلا، حيلة قديمة. كريس، الكلام ممنوع. أوه، آسف يا معلمة. يا ماديسون، ماذا؟ سأعطيك هذه الشوكولاتة مقابل تغشيشي. أنا أعشق السناكرز، اتفقنا. خذ. رائع، سأحصل على درجة كاملة. هذا رائع، هل تبحث عنها؟ نعم، كنت أبحث عنها. بنت، هل تريدين السناكرز؟ أعطيني الإجابات. لقد غششتك، أنت مزعج. إنها قادمة. حقا؟ مكانها القمامة. هي الفاعلة. هو الفاعل. كلا. نعم. كاذبة. كاذب. طلاب مزعجون، أريد قراءة هذا الكتاب. سأحاول ثانية. بنت، بنت، ماذا الآن؟ أتريدين هذا السنيكرز؟ ماذا عن هذا؟ أجل، اتفقنا. كيف سأفعلها؟ أجل، وجدتها. فكرة ذكية. سأفتح الدفتر وأغلف طرف ورقة بالشريط اللاصق. سأكرر ذلك على كل الورقة. ثم سأحضر إسفنجة وأقصها إلى قطع صغيرة. سأضع إحدى القطع في قلم تحديد، وحصلت على مساحة لمسح حبر التحديد. لن يعرف أحد أني أكتب هنا. كريس، هل تريد الإجابات؟ انظر. ماذا تفعلين؟ انتظر، ها هي. عظيم، شكراً، لم أكن سأعرف هذه الإجابة. ما الذي يجري هناك؟ أو لا شيء. أترين؟ يبدو أني أتوهم. كان ذلك وشيكاً. ها
هيا أعطني شوكولاتة. سعدت بالعمل معك. كانت مباراة رائعة. هذا أفضل. لحظة، أحتاج إلى دفتر. ها هو. أحتاج إلى شيء أكتب به. قلم. أجل، كلا، لا يوجد أي قلم هنا. ماذا سأفعل؟ يا متفوقة، مرحبا. أنا؟ هل يمكنني استعارة قلم منك؟ حسنا، معي أقلام زائدة. هذا. عظيم، شكرا. أو لا، انكسر. يا متفوقة، انكسر القلم. أريد قلما آخر. رفقا به. يا للهول، قلمان دفعة واحدة. لن تصدقي ما حدث. خذ 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 هذا القلم. آمل ألا تغضب مني. بست يا متفوقة، هذا آخر أقلامي. حسنا. لحظة، قد يفيدني هذا العصير. سيساعدني هذا الشفاط. فكرة رائعة. سأفكك هذا القلم، ثم سأضع بعض الغراء على طرف أنبوب الحبر هكذا. بعد ذلك سأحضر الشفاط وأدخل أنبوب الحبر فيه حتى أصل إلى الغراء. لن يستعير أي أحد قلماً يبدو كشفاط. واو، ما أروع ما. ألديك قلم؟ كلها شفاطات، آسفة. لا بأس. يا صاح، هل لديك قلم؟ رائع، يمكنني العودة لواجب الآن. موضوع اليوم هو بوبيت اليونيكورن. أوه، آخر من ينتهي هو الخاسر. ربحت. ربحت. خاسر. مستعدة؟ بكل تأكيد. هذا تحدي سهل، يجب أن أربح. أسرع، هيا. سأربح بكل سهولة. استعدي للخسارة. أنا الرابحة، كدت أنتهي. الفن الحقيقي يأتي، انسوا الأمر. يجب أن أواصل. ألواني، لا يمكنني استخدامها. وهذه أيضاً، لا أحتاج هذا. ما الذي تفعل؟ آخر جزء. هيا، يجب أن أربح هذا التحدي. أحتاج إلى ألوان. كيف تجري الأمور معه؟ ببطء وثبات سأربح التحدي. لا يمكن أن أدعه يربح، لكن ليس معي ألوان. لحظة، لحظة، ليس لديها أي ألوان. سأندم على هذا التصرف. أعطيني ألوانك. لابد أنه يمكنني فعل شيء بها. لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. سيساعدني هذا الشفاط. سأحضر الشفاط وأدخل رأس القلم في طرفه وأكرر نفس الخطوة على الطرف الآخر. حصلت الآن على قلم يكتب ويلون. لا يمكن أن أربح بهذه السهولة. بنت، خذي هذا. ألوان؟ يمكنني إنهاء رسمتي. شكراً. العفو. لحظة. 3، 2، 1، انطلاق. أشعر بالملل للغاية. يمكنني النوم هنا. لا أستطيع أن أبقى عيني مفتوحتين. ربما سأستريح لثانية فحسب. ها؟ هل نمت ساني؟ هذه فرصتي. حان وقت المقالب. يونك! الجريمة المثالية. من الأفضل أن أبدأ في العمل. سأبدأ بكسر طرف عود الأسنان، ثم سأحتاج إلى قطعة نافعة من الشريط اللاصق. سألف الشريط اللاصق حول عود الأسنان، ثم سأطليه. سأترك جزءاً صغيراً غير مغطى، وسأطليه بالوردي. سأضع الطلاء يجف، ثم سألف حوله شريطاً لاصقاً فضي. أريده أن يبدو واقعياً. أنا سعيدة بهذا. الآن يمكنني إزالة الشريط من الطرف الحاد. لقد وضعت طلاءً أسود في وعاء. سأغمس الطرف فيه. هاو، يمكنني وضعه مع البقية. تبدو رائعة. ستشعر ساني بالهلع. سأعيدها إلى مكانها. والآن؟ ها؟ أين أنا؟ ما الذي حدث؟ أو لا، انظري إلى أقلامك الرصاص. ماذا؟ كيف؟ لا أصدق ذلك، إنها صغيرة جدا. هل نحن عمالقة؟ هذا غريب للغاية.
أها. ها، لقد صدقت الخدعة تماماً. ماذا تعنين؟ لدي أقلامك الرصاصة هنا. حسناً، هذا جيد جداً، يمكنك استعادتها. ها. حسناً، إذن سأطوي على هذا الخط. يبدو ذلك بسيطاً جداً. مهلاً، هل يمكننا البدء من جديد؟ لا بأس، أعتقد أنني فهمت. ماديسون، هل لديك مقص؟ ها؟ ما الأمر؟ أنا بحاجة إلى مقص. أها، لدي ما تحتاجين إليه. إنه هنا في مكان ما. سألقي نظرة. لا يمكن أن يكون في مكان بعيد. لقد رأيته بالتأكيد. مهلاً، كاد الصف ينتهي. أمهليني ثانيتان. لدي نظام تصنيف فريد من نوعه. هل تفقدت أسفل الورقة؟ الزرقاء أم البرتقالية؟ تصعب مشاهدة هذا. مهلاً، أعرف ما يمكننا فعله. ماديسون، انظري إلى هذا. ما الأمر؟ ستحبين هذا؟ سأبدأ بطي الورقة من المنتصف، ثم سأفتحها مجدداً. سأطويها عمودياً الآن، وسأصنع طية عند الحافة. ثم سأقلب الورقة وسأطويها مجدداً. سأطوي الزوايا للداخل كأنكم تصنعون طائرة ورقية. سأطوي الجوانب إلى الداخل ثم سأطويها للأسفل. بعد ذلك سأقلبها وسأكرر الخطوة. سأطوي هذا المثلث. أنا على وشك الانتهاء، والآن سأفتح. إنه صندوق يمكنه حمل كل أوراقك وبطاقتك. واو، أنت عبقرية، لقد أثرت إعجابي. مهلاً، يوجد المزيد. ضعي كل شيء هنا، سيحافظ على نظافة مكتبك. واو، ماذا سأفعل بدونك؟ انظري إلى مكتبي، لم يكن منظماً هكذا من قبل. وها هو المقص، كنت أعلم أنه أسفل أغراضي. يمكنك الحصول عليه. شكراً، علي إنهاء هذا. تبقى شيء واحد لأفعله. كان ذلك شعوراً جيداً، يمكنك استعادته. ماديسون، حقاً؟ لماذا أتعب نفسي؟ هذا ممل للغاية. هل يمكننا الذهاب؟ الرقم واحد مثير للاهتمام جداً. لدي حقيقة ممتعة عنه. يا للهول، أنا متشوقة للغاية. سأخذ قيلولة. يا ماديسون، استيقظي. لا يمكنك النوم في الصف. لقد نمت سريعاً. أو لدي فكرة. هذا بالتأكيد سيوقظها. وسأتدرب على الاستهداف. ماديسون، ها؟ ماذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ لقد نمتي، وهل يمكنك لومي على ذلك؟ أنا جادة. حسناً، سأبقى مستيقظة، لكني لست سعيدة بشأن ذلك. ربما هذا سيزيد من نشاطي. مهلاً، يعطيني هذا فكرة. أولاً، أحتاج إلى قلم أسود. سأرسم علامات حول حافة الكوب. سأوزعها بشكل متساوٍ. الآن سأحضر المقص. سأقص عند العلامات. علي إزالة أربعة أقسام. سأطوي الأطراف. لقد صنعت ثقباً في المنتصف. سأدفع الشفاطة من خلاله. ثم سأطوي الأطراف للخلف. سأستخدم الشريط اللاصق لتثبيتها. الآن سأضعها في كوب ثانٍ. وسأدفع الشفاطة عبر القاعدة. صاني، شاهدي هذا. ما هذا؟ شاهدي هذا. سأضعها فوق كرة الورق وسأسحب الشفاطة. إنها مساكة، لدي واحدة لك. واو، شكراً، لقد أصبح هذا الصف مثيراً. لقد أمسكت بها. ها؟ ماذا تفعلان؟ لم أصل بعد إلى الجزء الجيد. من فضلك، أكمل الشرح. هذا الامتحان صعب. مرحباً يا صاني. مرحباً، كيف الحال؟ كنت ألعب كرة السلة. أنا بحاجة للتركيز. لا يهم، يا لك من خرقاء. صاني، هل لا تهدئين؟ إنها لا تصدق. ضعيها في سلة القمامة. مدى؟ أنا أعمل. بعض الناس وقحاء جداً. حسناً، سأفعلها. يجب أن أفعل كل شيء بنفسي. مهلاً، لدي فكرة. أجل، سينجح هذا. سأقطع الزجاجة إلى نصفين، ثم سأسكب الجليتر في الجزء السفلي. انظروا إلى بريقه. سأضع هذا جانباً، ثم سأحتاج إلى ورقة من الكرتون. سأقص منها دوائر ومستطيلات، ثم سألصقها معاً بالغراء. سأضع هذا داخل الزجاجة. يبدو رائعاً. أنا سعيدة بهذا. إنه مثالي لأقلامي الرصاص. ها أنا سأضعها. واو، لقد أحببته. ما رأيك؟ لا بأس، لكني أنهيت الامتحان. ماذا؟ نسيت ذلك. يا للهول، انتهى الصف. أعتقد أنني سأرسب. المدرسة ليست سهلة أبداً. توجد مذاكرة كثيرة، لكننا دائماً نريد أن نجعل الحياة أسهل. لهذا ابتكرنا هذه الحرف الرائعة لمساعدتك طوال اليوم. ما هي أفضل نصيحة مدرسية لديك؟ أخبرنا في التعليقات. تذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات المفيدة مثل هذا. هذا الرجل ثرثار، ليس كلامه منطقياً.
ومن المهم لكم أن تتعلموا هذا، وسيكون متضمنا في الاختبار. كل ما أسمعه هو بلا 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 بلا. أعلم ما سيجعل هذا الصف أفضل، بعض الوجبات الخفيفة. شعرني الاستماع إليه بالجوع. أوه الحلوى الجميلة. مهلاً، هل سمعت صوت غلاف حلوى؟ سأستمتع بهذا. ما الذي تظن أنك تفعله؟ ليس هذا رائعاً يا رجل، أنت تعرف القواعد. الوجبات الخفيفة ممنوعة في الصف، سأخذ هذه والبقية. ما الذي يمكنك فعله؟ من الأفضل أن أتأكد من أنها حلوى حقيقية. هو أجل، إنها مليئة بالسكر بنسبة 100%. ماذا كنت أقول؟ حسناً، الوجبات الخفيفة ممنوعة، لكنه لم يقل شيئاً عن الصودا. ستبقى هذه بالغرض، لكني سأكون أكثر حذراً هذه المرة. سأبقيها مخفية. لا فكرة لديه. مهلاً، أين ذهب؟ أعني كيف حالك؟ أعتقد أن هذه لي. كيف وصلت إلى هنا؟ هذا تحذيرك الأخير يا أليكس. قد أدار ظهره. علي الإسراع. أو كلا، لن تفعل. ماذا؟ تقبل الأمر فأنا بارع، سأتخلص من هذا. أوشكت جدا على تناولها حتى أنني أكاد أشعر بمذاقها. سأراقبك. إنه حازم جدا. حسناً سأتوقف. مهلاً، عود الغراء خاصتي يمنحني هذا فكرة. أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. أولاً سأزيل الغراء، ثم سأنظف باطن الأنبوب، ثم أحتاج إلى حلواي المفضلة، ثم سأضغط كل حلواي معاً. أريد أن أشكل كرة حلوى فائقة. سأضغط الأنبوب داخلها، وسيقطع هذا قطعة من الكرة، ثم يمكنني إزالة بقية الحلوى برفق. سأحتفظ بها لوقت لاحق. لدي عود حلوى الآن. حين أدير الأنبوب تخرج الحلوى. ينجح هذا تماماً كما خططت له، وأفضل ما في الأمر أنه لن يشك أحد في شيء. لذيذة. مهلاً لحظة، ما هذه الرائحة الجميلة؟ ليس مجدداً. هل أشم رائحة حلوى؟ ماذا؟ كلا، لم أكن لأحلم بها. لا أصدقك لسبب ما. أحتاج إلى إلقاء نظرة عن كثب. تفضل، لا يوجد شيء هنا. إنني أستخدم عود الغراء العادي القديم خاصتي. هل هذا صحيح؟ ربما يخبرني بالحقيقة. لا أرى أي حلوى. حسناً، أعتقد أنني كنت مخطئاً. أعتقد ذلك. علي لصق بعض الأشياء إن كنت لا تمانع. إنها لذيذة جداً. ربما ليس هذا الصف سيئاً للغاية في النهاية. وقت الوجبة الخفيفة. توجد خيارات كثيرة. 50 سنتاً. ماذا عن هذا؟ لا أعرف. أو انظروا إلى هذه الحلوى الجميلة، إنها غنية بالكريمة. هذه الحلوى التي أريدها. أو ستأتين معي. لماذا؟ لن تحصل عليها يا ماثيو. لقد سمعتني، تحرك. يا إلهي، كما أنت خفيف الوزن. لا. واو، قد أغضبتني الآن. لدي فكرة. أخيراً. مات، مرحباً. ستدفعين ثمن فعلتك. لم أنتهي بعد. أتمنى أن تكون مرتاحاً بالداخل، لأنك ستشعر بالضيق الآن. عندما يتعلق الأمر بالحلوى، يفعل المرء ما عليه فعله. أراك لاحقاً. أوه، سقط حكني. لا أصدق أنه يوم الاثنين مجدداً. أجل، المكان بارد جداً هنا. أجل، أعتقد ذلك. من الأفضل ألا يكون هناك اختبار اليوم. أجل، أتفق معك. أنا لا أدرس على أي حال. حسناً أيها الطلاب، حان وقت الاختبار. بالطبع يوجد اختبار. هل هي معك؟ هل تقصد هذا؟ هل تود أن تعرف كيف فعلتها؟ أولاً، نثبت الأظافر. بمجرد تثبيتها، ألصق عليها ورقة بالحجم نفسه. أمر سهل تماماً. لدي كل الإجابات. رائع. أين خصتك؟ إنها أمامك. ها؟ الصودا الخاصة بي بالطبع. تدا، ها هي. حيلة ذكية، أليس كذلك؟ وإعدادها سهل كذلك. عليك قلبها رأساً على عقب، واكتبي الإجابات هنا.
ثم أقلبها مرة أخرى. هذا رائع، أعرف ذلك. هل أنتم مستعدون؟ أو أجل، لقد ولدت مستعداً. واو، حان وقت القلب. ها هي. أعتقد أن الوقت قد حان الآن. مرحباً يا أصدقائي. مهلاً لحظة، لقد انتهى الوقت. أحسنتم أيها الطلبة. ما نتيجتي؟ وأنا؟ رائع، لقد نجحنا. صافحيني يا صديقتي المقربة، هذه الأقلام رصاصي جميلة جداً. أعرف ذلك، لكن الأمر كله يتعلق بالتنسيق، يعني أنه يجب أن نطابق أقلامنا. أعتقد أن عليك رؤية هذا. ماذا؟ يا ساني، أين قلمك الرصاص؟ قلمي الرصاص؟ أو صحيح، ها هو. يا للهول، هذا غير مناسب، لا يمكنني أن أريهما هذا. إنه هنا في مكان ما. لحظة فحسب، علي العمل سريعا. وجدت، أنا أفقده دائما. ما رأيكما؟ هل تمزحين؟ هل أنتم جاهزون أيها الطلاب؟ حان وقت الامتحان، ابدأوا بالفشل. أجل، أحب الامتحانات المفاجئة. لن يصير هذا على ما يرام، أنا لا أفهم أي من هذا. أوه، أعجبني هذا السؤال. بست، ماديسون هنا. ها؟ ما الأمر؟ هل يمكنك مساعدتي رجاءً؟ حسناً، سأكتب ملاحظة سريعة هنا، تحتوي هذه على كل ما تحتاجين إليه، وسأرسلها عبر البريد الجوي. ساني، هاهي آتية، هيا. أو لا، لن تفعلي، سأضع حداً لذلك. ورقتي الطائرة. لا تحاولي ذلك مرة أخرى، وأنا أعني ما أقوله. بالتأكيد، لك ما طلبت. رائع، الآن ماذا سأفعل؟ ربما سيحالفني الحظ. أجل، بالتأكيد، أنا آسفة، لقد حاولت. لابد من وجود شيء يمكننا فعله. مهلاً، السبورة. أجل، لدي فكرة. سأحتاج إلى دفتري، سأعيد تصميمه، سأطلبه بالأسود، لكن هذا ليس طلاءً عادياً. إنه للسبورة، سأستخدمه لتغطية دفتري. سأطليه بشكل جميل ومتساو. كدت أن تهي. لقد انتهيت، الآن سأتركه يجف. لن يستغرق وقتا طويلا. الآن سأخذ قطعة من الطباشير، أستطيع كتابة الإجابة على الطلاء هكذا تماما، وبعد ذلك يمكنني مسحها. هذا مثالي، حان الوقت لمساعدة ساني. ستنبهر، وسأحصل على فرصة لحل المزيد من المسائل الرياضية. الكل سيفوز. حسنا يا ساني، انظري إلى هذا. أوه واو، كنت أحصل على الإجابة، كنت أعرف ذلك. شكرا يا ماديسون، هل كتبتها؟ جيد، أمسكيها لحظة. ماذا يحدث؟ مهلا، الغش ممنوع. علي مسح الإجابة، لا يمكنني السماح له برؤيتها. أنا لا أغش، انظر، إنه مجرد دفتر. حسنا، أنا آسف، لابد أنني أتخيل. أكملي الامتحان. شكرا لك يا ماديسون، أنت الأروع. عفوا. أتوق لانتهاء هذا الصف. أجل، لقد طال كثيرا. لقد انتهينا، لقد بذلنا مجهودا شاقا. وداعا يا ساني، وداعا، أراك لاحقا، سأرحل من هنا. ماذا ساني؟ يا للهول، هل أنت بخير؟ دعني أساعدك، اجلسي هنا. ماذا حدث؟ لا أعرف، لست متفاجئة. مهلاً، لقد انزلقت على القلم، لن أدع هذا يحدث مرة أخرى. سأبدأ بقص قطعة من الورق المقوى مثل هذا، ثم سأحتاج إلى قلم أسود. سأرسم حول حافة الورقة، ثم سأضيف التفاصيل. ستكونان قطتين جميلتين، سيبدو هذا رائعاً. حسناً، سيكون هذا كافياً، والآن سأقلبها. تبقى أمر واحد، سألصق المغناطيسين على الورقة. سأضع قطعة واحدة في الدفتر، ثم سأضع القلم في المنتصف. يمكنني إغلاق الدفتر، ثم سأوصل المغناطيسين. لن يتحرك هذا القلم من مكانه. ما رأيك يا ساني؟ واو، شكراً يا ماديسون، هذا بالضبط ما أحتاجه. هيا بنا. أنا أحب هذه الدرجة من أحمر الشفاء. أحتاج للتركيز. لقد انتهيت، أبدو جميلة. سأصنع قطعا أخيرا، لقد فعلتها. الآن أحتاج إلى بعض الغراء، قطرة بسيطة. أجل، ربما هذا كثير، لقد تحمست فانجرفت، إنه دقيق جدا.
مقزز، ملمسه غريب. زجاجة غراء سيئة. هل أنت بخير؟ ما الذي حدث؟ لا أريد التحدث عن الأمر. يا للهول، يا لها من فوضى. هذه رابع مرة تفعل فيها هذا اليوم. علي مساعدتها ولدي بالضبط ما تحتاجه. هذه الزجاجة ذات الدوار ستنقذ الموقف. أعطيني الغراء. هل تريدين هذا؟ علي تحذيرك، إنه خارج عن السيطرة. أعرف ما أفعل. أولاً سأفرغ الزجاجة، ثم يمكنني صب الغراء فيها. توخ الحذر، فلن نريد أن نسكب منه. لا أريد أن أكون مثل ماديسون، سيطلق علينا اسم الأختين الملتصقتين. يمكنني الآن وضع الغطاء ذي الدوار على الزجاجة. هذه لك. ها؟ ما هذا؟ هل تريدين مني استخدامها؟ هل أنت متأكدة؟ تمني لي التوفيق. واو، انظروا إلى ذلك، إنها الكمية المثالية من الغراء. أعتقد أنها جاهزة، سيحبها كيفن بالتأكيد. حسناً أيها الطلاب، حان وقت الخضوع لاختبار. سأجمع أي أوراق أعددتموها للغش. حسناً سلمني إياها، لا تحاول تكبد العناء لإخفائها. حسناً لا بأس، ها هي المعلمة قادمة في هذا الاتجاه. أعلم ما ينبغي علي فعله. أحتاج إلى إخفاء قصاصة الغش خاصتي. سأستخدم قرطي لفتح هذا المكان في هاتفي. لدي قصاصة الغش هذا مكتوب عليها المعادلات. سأطويها إلى حجم أصغر. والآن يمكنني وضعها في هاتفي مجدداً. حسناً، والآن أنا مستعدة لإنهاء هذا الاختبار وهاتفي معي. حسناً، أعطيني هاتفك، أحتاج إلى فحصه. يبدو أنك لا تحملين شيئاً مريباً. حسناً، يبدو أنها قد رحلت. والآن يمكنني فتح هاتفي مجدداً. هيهي، أنا ذكية. والآن لدي قصاصة غش يمكنني استخدامها. توجد أشجار كثيرة جداً في هذه الغابة. أوه، ما الوقت الآن؟ يا إلهي، لنرى، هل الكل مستعد لبدء الصف؟ أوه، لا يبدو كذلك. حسناً، حان وقت البدء. لدي براجل لكم هنا لكي تستخدموها. أحتاج منكم إلى رسم دوائر تطابق المرسوم على السبورة. تعالوا إلى هنا وخذوا برجلاً ولنبدأ العمل. أوه يا إلهي، لا يمكنني أن أصدق أن علينا العمل في الصف الآن. فليأخذ الجميع برجلاً ولتنفذوا ما طلبته. فهلاً لم يتبقى واحداً لأجلي؟ ما هذا؟ المرض مجدداً؟ والآن ماذا يفترض بي أن أفعل؟ هذا أسوأ شيء، ما الحل حتى في هذا الموقف؟ كيف يفترض بي أن أرسم دائرة الآن؟ الأداة الوحيدة المتوفرة لدي هي هذه المسطرة. لا أفهم هذا، كيف يعمل هذا؟ هذا الشيء الغبي لا يعمل إطلاقاً، لا يمكنني رسم دائرة به. هذا؟ جيك لديه برجل ولا يعلم حتى ما يفعله. هذا محبط جداً، هذا شيء مريق جداً في استخدامه. أكره هذا. واو، إنها تعاني أيضاً. أعلم ما علي فعله، سأفتحه وسأرسم هكذا. لقد نجحت في هذا. حسناً، ربما يمكنني النجاح بطريقة ما في استخدام هذه المسطرة. ربما يمكنني تتبع الرسم بها. كلا، لم ينجح ذلك إطلاقاً. ربما يمكنني رسمها من دون المسطرة. هذا لا ينجح. أيتها المسطرة، أحتاج إلى مساعدتك. أعتقد أنني أعلم ما علي فعله. دعوني أحدد كل 2 سنتيمتراً على هذه المسطرة. سأحدد حتى نهايتها. والآن أريد عمل ثقب عند كل نقطة وضعتها. نحن مستعدتان لتجربة هذا. سأضع المسطرة على الورقة وسأضع القلم الرصاص في الثقب الأوسط. وها قد حان الوقت لتدويرها. سأمر من فوق ذراعي هنا وسأنهي الرسم. انتهيت. يا إلهي، لقد رسمت دائرة مثالية. مهلاً، هل أحضرت لي برجلاً لأستخدمه الآن؟ هذا أسوأ شيء، أكره المذاكرة هذا. لا أفهم حتى بعض ما تعنيه هذه المعادلات. أنا أستسلم. ما هذا؟ إنها دمية محشوة. إنها لك، هل تريدين اللعب معي؟ آسفة، لا يمكنني ذلك. علي مذاكرة كل هذا وإنهاء واجبي. ليت بإمكاني الخلود إلى النوم فحسب. أوبس، لقد غفوت سهوا. أحتاج إلى إنهاء بعض هذا فحسب. ها؟ ماذا يحدث؟ أين أنا؟ هذه أسوأ نتيجة اختبار رأيتها قط. لقد غفوت وأنا أذاكر، سأفشل في اختباري. صباح الخير، هل أعجبك بالوني؟ هل ترين؟ لقد أضفت إليه شريطاً كي لا يبتعد. ربما يمكن فعل شيء ما بهذا البالون. لدي بالون ومعي قلم التحديد هذا. سأكتب المعادلات. الآن يمكنني إفراغ البالون من الهواء. لقد أصبح مصغراً الآن. يمكنني وضع قطعة شريط لاصق عليه. سأثبت البالون بحذر. والآن يمكنني نزع قطعة الشريط اللاصق.
أخيراً يمكنني وضع قطعة الشريط اللاصق على أحد أظافري. حسناً، لنحاول النجاح في اختبار الرياضيات هذا بمعادلاتي الرائعة هذا. لم يلاحظ أحد حتى. دعوني أرى إن كانت تغش. هل توجد أي قصاصات للغش؟ حسناً، دعوني أتفحصها. سأحتاج إلى كشافي. انظري إلي وافتحي فمك. حسناً، لا بأس بك. أحسنتِ لأنك لا تغشين. أوه، كان ذلك وشيكاً، لكن الأفضل. أنا متعبة، سيساعدني هذا الحمام على الشعور بحال أفضل. أفضل تمشيط شعري أولاً كي لا يتشابك تحت الماء. ممتاز، وقت الاستحمام. مهلاً، أولى. أين كل الماء الساخن؟ لا، السدادة معطلة. من أين أتى هذا الثقب؟ كيف سأستحم الآن؟ لقد فسد كل شيء. تمام، نفخت هذا البالون. خذي هذا البالون. أوه، شكراً، إنه جميل. مهلاً، أظن أن هذا هو الحل لمشكلتي. شكراً. أوه، لقد أخذت بالوني وذهبت. لحسن حظي لدي المزيد. تمام، وقت العمل. سأحتاج لقص نهاية هذه الحقنة. التالي وقت البالون. علي لفه للأسفل بهذه الطريقة. ممتاز. طيب، الآن سأستخدم القطعة التي قصصتها وسأضعها في البالون. سأضيف بعدها القليل من الغراء الساخن داخل البالون. الكثير من الغراء، يجب ألا أبخل. وعندما يجف يمكنني نزع الجزء البلاستيكي. سأنزعه بحذر من البالون. والآن سأربط البالون. مرحى، أصبحت سدادة حوض الاستحمام جاهزة. ممتاز، ستلقي الماء داخل الحوض. هذا كل ما احتجت إليه. أشعر باسترخاء رائع. اللعب بهذا السلايم ممتع للغاية. طيب، لمسة بسيطة على كريم الأساس. ممتاز، وأخيرا تمشيط شعري. ياي، أبدو بمظهر رائع. جاسكير، تبدو وسيما جدا. تعال إلى هنا، سأعانقك. أنت ناعم وجميل. ماذا يفعل؟ هاي، ماذا تريدين؟ طيب، أنت جاهزة أخيرا. هل أنت متأكدة من رغبتك بالخروج بهذا المنظر؟ لا، ما هذا؟ ما كل هذه الأوساخ؟ مثل اللحظة، أزال هذا السلايم كل شيء عن بلوزتي. أجل، أظن المشكلة قد حلت. سأحركه على بلوزتي وسيزيل معه كل الشعر والمكياج. هذا أفضل بكثير. من كان يظن السلايم مفيدا هكذا؟ هاي، تبدين بمظهر أفضل من ذي قبل. رائع، هيا بنا. هل يراني أحد؟ لا. عظيم، ممتاز، التقطت الصورة للهاتف. اذهبي من هنا أيتها الحافظة القديمة. طبعت الصورة التي أخذتها، سأقصها الآن. وبالطبع الخطوة التالية لصقها. أريد تغطية الجزء الخلفي للصورة بأكمله. تماما هكذا، سأضعها الآن قبل أن يجف الغراء. يجب أن تكون مطابقة للهاتف تماما. رائع، نجحت. والآن يبدو جانب الهاتف كأنهما جزء أمامي منه. مرحبا. واو، انظر لهاتفك. أعلم أنه رائع، صحيح؟ مذهل للغاية، أشعر بالغيرة. ماذا لديك هنا يا ماثيو؟ تعلم القوانين، أعطني إياه. هاي، ما هذا؟ إنها مجرد ورقة ملصقة عليه. أيها الأولاد، أنتم غريبون. أجل، أنت تعرفنا جيدا. لا أصدق أنك تسببت بكل هذه المتاعب. إليكم التحدي التالي. أعتقد أن بإمكاني فعلها، أو ربما لا. هذا مزعج للغاية. الدوائر غبية. مرة أخرى. فزت بارعاً. أنا جائعة للغاية.
هل هذا الصوت صادر منك؟ لم أتناول الفطور، من الجيد أنني أحضرت هذا. مرحبا يا صديقتي. معذرة، إيميلي تعرفين القواعد؟ لابد أنني نسيت. سأعود لرسم الدوائر إيدانا. أوه، إنها تقرقر بقوة الآن، لا أستطيع التركيز. لحظة، المعلم لا يمر باتجاهي، أليس كذلك؟ لدي خطة وتشمل بعض الدوائر، دوائر الشوكولاتة الصغيرة. حان وقت العرض، سأفعل هذا. تبدو جيدة. إيميلي، لقد أخطأت مرة أخرى. لقد نجحت حيلتك الساحرة، هذا رائع. أريد بعض الحلوى، أنا جائع أيضا لعلمك. مهلا، صندوق ألوان الباستيل، هذا مناسب تماما. حان وقت حبوب الإفطار، هل أنا بمأمن؟ أجل، لا أمانع تناول الطعام، لذيذ. لقد نجحت، رائع. مهلا، هذه حيلة ذكية جدا، هل تودين تذوقها؟ لا شكرا. مهلا، شاهدي هذه الخدعة. سأفرغ حبوب الإفطار هنا، ثم يأتي وقت الغراء، وبالغراء أعني الحليب، كلاهما أبيض، أليس كذلك؟ لا شيء يمكن أن يبعد فتى عن حبوب إفطاره، ولا حتى قواعد المدرسة. لنبدأ هذا الحفل. أمل أن المعلم لا يلاحظني. واو، ذكي جدا. ربما الصف ليس سيئا جدا. ما الذي يحدث في الخلف؟ إننا نرسم فحسب يا سيدي. حسناً، أنت أعطيني القليل منها، إنها لذيذة جداً، أليس كذلك؟